بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة الموجة الخاصة ترحب بكم، معكم الأستاذة هدى، قسم التربية الإسلامية. طلابي طلاب الصف الثامن، دمتم سالمين. درسنا اليوم درس من دروس الفهم والتلاوة، وهي الآيات الكريمة من سورة الأحزاب من أول الآية 36 حتى الآية 73. زود الله تبارك وتعالى الإنسان بقدرات وطاقات تعينه على تحمل المسؤولية والقيام بالعبادات، فمن وفى فله الثواب، ومن لم يوفي ناله العقاب. والآن أترككم مع آيات من الذكر الحكيم وسورة الأحزاب. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأحفظن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. والآن مع بعض معاني الكلمات في الآيات. وجيها أي ذا جاه ومكان، سديدا صوابا أو صدقا. الأمانة التكاليف من أوامر ونواهن. أشفقنا منها أي خفنا من الخيانة فيها. وهذه الآيات تدور حول عدة محاور أساسية، أربع محاور. أولا علم الساعة عند الله، ثانيا حال الكافرين يوم القيامة، ثالثا التحذير من إيذاء النبي، رابعا الإنسان يحمل الأمانة. المحور الأول علم الساعة عند الله. يبين الله تبارك وتعالى في أوائل الآيات الكريمة أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة، وقد فعلوا ذلك لأنهم ينكرون اليوم الآخر ولا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب. فيأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يرد عليهم ويعلمهم بأن الساعة من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه فيقول له وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وفي هذه الآية تهديد للمستعجلين المستهزئين وزجرا
للمنكرين الذين ينكرون اليوم الآخر والبعث. الجزء الثاني من الآيات يتحدث عن حال الكافرين يوم القيامة. حال الكافرين يوم القيامة، فيقول الله سبحانه وتعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وإن الله سبحانه وتعالى لعنهم وجعل لهم على العذاب الأليم، فالكفر والاستكبار عاقبتهما أليمة، مطرودون الكفار من رحمة الله يوم القيامة، عد الله لهم نار جهنم هم يتحسرون فيما علم ضيعوا وفرطوا فيها، يقولون يا ليتنا كنا أطعنا الله ورسوله في الدنيا حتى لا نبتلى بهذا العذاب الأليم، ثم يلقون باللائمة على من كان سببا في غوايتهم وإضلالهم على الصراط المستقيم، ويسألون الله أن يضاعف لهم العذاب ويلعنهم أشد اللعن. ثم يأتي التحذير من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. فيحذر الله المؤمنين من إيذاء النبي، وينهاهم أن يكونوا مثل قوم موسى الذين آذوه واتهموه باتهامات كثيرة، فقالوا أنه ساحر، وقالوا أنه قتل أخاه هارون، وقالوا أن في جسده مرض. ولكن الله أبطل كل هذه الاتهامات ورد على هذه الافتراءات، فكان عليه السلام ذا رفعة ومكان عند ربه، قال تعالى: وكان عند الله وجيها. وأخيرا، الإنسان يحمل الأمانة. ما هي الأمانة التي حملها الإنسان؟ الأمانة التي حملها الإنسان حملها ثقيل، لذلك فقد خافت من حملها السماوات والأرض والجبال. المخلوقات على ضخامتها وقوتها لا تقدر على حمل الأمانة، والله سبحانه وتعالى وهب الإنسان طاقات وقدرات تكمن داخله تمكنه من القيام بتلك الأمانة. ولكن الإنسان ظلوما جهول، الإنسان ظلوم أي ظلوم لنفسه حين يخون تلك الأمانة، جهول أي جاهل بما أودعه الله تعالى فيه من طاقات، وجهول أيضا بعاقبة التفريط في هذه الأمانة. ولكن الناس يختلفون في المحافظة على هذه الأمانة وحملها، فمنهم من حافظ على هذه الأمانة وأداها على أكمل وجه وبذلك ينال رضا الله، ومن قصر فيها إلا أنه رجع إلى الله وتاب من ذنوبه فنال مغفرة الله ورحمته، ومنهم من ضيعها وفرط فيها فاستحق غضب الله وعقابه. ولذلك يجب علينا جميعا أن نحرص على هذه الأمانة ونؤديها على الوجه الأكمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى.